اتلقاهم في نفس الوقت باثنين سبير خلاص، ودول بنسميها داي زايد او ممكن ثري زايد. نعم كل شهر الاوفر بيطلع بيض خلاص، ممكن يطلع بيضتين، ممكن يطلع لي ثلاثة، مش كده وبس، لا ممكن الرياضين يطلعوا في نفس الوقت. ليه؟ ليه يا أولاد؟ ليه؟ خلاص؟ لأن أصلاً حصل إن الستات أو الدكاترة بتوع النساء بيدوا يا أولاد أدوية بتعمل استيموليشن للمبيض. فبدل ما البيضة بدل ما المبيض يطلع لي خمسة ستة واللي بتوصل واحدة لا بيطلع لي 20 30 ولاقي في المبيض يجي 6 7 خلاص؟ فممكن ينزلوا في نفس الوقت. واحنا عندنا الحمد لله الاسباب مش كتير، تخش تلاقي كذا بيضه كله يفرح بقى يخش. انت فاهم وانا مش فاهم؟ فممكن يبقى مونو زايجوت او داي زايجوت، ممكن 3 زايجوت، ممكن 4 زايجوت، 5 زايجوت، ممكن تحمل في 5 عيال، ممكن تحمل في 6 عيال. تاخد براحتك معايا ولا مش معايا؟ بس في هذه الحاله اذا كان داي زايجوت او 3 زايجوت او 4 زايجوت يا اولاد بيبقى زيهم زي الاخوات. يعني ايه؟ يعني ممكن تلاقيهم ولدين، ممكن تلاقيهم ولد وبنت، ممكن تلاقيهم بنتين. يعني مش ايدنتيكال. يبقى في الميزه اللي في الداي زايجوت ايه؟ ان هم عاملين زي الاخوات، بس الميزه الـ 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 الميزه فيهم ايه؟ ان هم في نفس الوقت. يعني انت عندك اخوه اختك. اختك مثلا الكبيره. خلاص؟ دي كانت ايه؟ كانت بيضه صح؟ واتلقحت قبليك. خلاص؟ يبقى انتوا تعتبروا داي زايجوت. صح كده ولا مش صح؟ معايا ولا مش معايا؟ خلاص؟ فالداي زايجوت ده بيبقوا زي الاخوات العاديين بس التلقيح في نفس الوقت وطلعوا في نفس الوقت، فهمتوا؟ نعم؟ ايوه اختك او اخوك. يعني هي زايجوت وانت زايجوت. صح ولا مش صح؟ ماشي؟ بس الزايجوت بقى اتكون قبليك. افرض بقى ان هي اصلا كانت معاك. تبقى توينز. خلاص؟ معايا ولا مش معايا؟ انما هي قبليك ما اعتبرهاش توينز. بس بعتبركم انتوا الاثنين انت زايجوت وهي زايجوت لوحديها. عشان كده بقى اسميها انا بقول لك ليه؟ لان ما مش مهم انه ممكن يبقوا ايدنتيكال. يعني دايما التوينز او التوأم دايما نفتكر ان التوأم يبقوا متشابهين، لا لا ممكن يكونوا مش متشابهين ومش مهمقوش شكل واحد. يبقى الداي زايجوت ها نون ايدنتيكال. نون ايدنتيكال في كله، في السكس ممكن يبقى اطول منك واقصر منك او انت ليه انت ايه؟ خلاص فهمتوا؟ يبقى التوينز في عندي داي زايجوت. داي زايجوت يا اولاد يعني ايه؟ ها؟ داي زايجوت يعني ايه؟ ده بيحصل في ان تو اوسايت. تو اوسايت. تمام؟ حصل لهم فيرتلايزيشن بتو ديفرنت سبير. خلي بالك التعريف ده مهم جدا عشان دي ممكن تجي لك في الامتحان. ايه هو الداي زايجوت؟ توينز يا تو اوسايت. اتلقحوا بتو ديفرنت سبير. خلاص كده؟ خلاص والاثنين حصل لهم امبلانتيشن في نفس الايه؟ في نفس الوقت في اليوترس. خلاص؟ هو في الحاله دي وفي الحاله دي خلي بالك كل واحد كانه عيل تاني صح؟ يبقى له امنيو صح؟ صح كده؟ وله يوكسات خلاص؟ وله بلاسنتا صح كده ولا مش صح؟ احفظها معايا حياة ابوك. كل ما بيستيروا الور وبستيريور انتيريور بقى مش مشكله، احنا ممكن يبقوا يعني ايه واحد راسه فوق والتاني راسه تحت. او نفس الشكل. او ممكن نفس الشكل مش مشكله، على حسب ما ايه على حسب كل عيل امكانياته ايه ازاي بيعمل. انت كنت معانا فاهم؟ فاهم معايا؟ تو اوس اي تو ديفرنت خلاص؟ ليهم تو سات وتو كورين وتو كورين والكلام ده كله. ده زي ده ايه؟ الدايزر. خد بالك اول حاجه ان هما ديفرنت جينيتيكال كونستتيوشن. ديفرنت
خلاص معايا مش معايا ماشي ولا مش ماشي خلاص may or may not have same sex يعني ممكن يبقى ولدين ممكن يبقى ولد وبنت ما تقوليش ولدين يبقى هيبقوا شبه بعض لا مش هيبقوا شبه بعض ابدا مش شرط مش شرط لا ما قالوش ولا شبه بعض الا اذا كان ممكن ممكن تلاقيهم مثلا شبه بعضيهم او في اخوات شبه بعضيهم وفي اخوات مش شبه بعض خالص واحد واخد شبه امه واحد يبقى شبه شبه ابوه خلاص يعني كل واحد على دين اهله يعني صح ربنا ها ايوه يعني واحد يبقى شبه خاله وواحد شبه شبه عمه صح صح طيب ماشي يا جدع في بقى مونوزايجوت يعني ايه مونوزايجوت يا اولاد مونوزايجوت يعني الزايجوت اتقسم الزايجوت في الحاله دي يبقى لازم يبقوا شبه بعض ولازم يبقوا نفس السكس خلاص كده يبقى ها لا هيبقى ولد ولد ولدين يا ابني بنتين خلاص مونو زايجوت يا اولاد ادي الزايجوت اهو انقسم الانقسام يا اولاد خلي بالك افهم بس الزايجوت ده يا اولاد خلي بالكم الحته دي اول 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 الانفصال في الزايجوت الانفصال في الزايجوت ممكن بينفصلوا على مراحل يعني ممكن انفصال يا اما ايه السيباريشن يا اما ليه السيباريشن يعني ايه احنا عارفين ان الزايجوت بيبقوا مرنة صح والمرنة بيديني بلاستوسيست صح كده ولا صح معايا ادي بلاستوسيست اهو ان هما المرنة ستيج حصل ان هما انفصلوا يبقى ده ايه اللي ولا مش ايه اهو بقى عينين اهو ده في المونو لا بقى اتنين مونو يبقى ده early separation of a of mono يعني بنفس الزايجوت ها بنفس الزايجوت بنفس الزايجوت الزايجوت اداني مونو خلاص والمونو عمل زي اختها يبقى ده early separation للمونو ستيج خلاص كده والتاني بعد كده اداني بلاستوسيست بقى اتنين بلاستوسيست وقدام اتنين بلاستوسيست كل واحد هيبقى له كوريوم خلاص وكل واحد يعني عاملين زي الايه؟ زي الداي زي بس الاختلاف ايه؟ ان هيبقى سيم سكس صح كده بالظبط اهو ادي عيلين اهو حتى كلنا هرم بعض وايدنتيكال كمان؟ ايدنتيكال لازم انا قلت لك لازم في السيم سكس خلاص كده ولا مش فاضي خلاص يبقى هنا اول حاجه المونوزايجوت خلاص معايا طبعا بتحدث من 3 ل 4% لكل 1000 عيل انت واخد راحتك معايا من السنجل سنترايزد اوفر بات ايه بات ايه هيحصل فيه الزايجوت سبليت انتو تو خلاص معايا مش معايا وحيد ها ده زي غير عن المونوزايجوت يعني ما هي مرحله الثانيه داي اسمه ابني داي زايجوت يعني ايه داي زايجوت يعني اتنين زايجوت يعني ايه اتنين زايجوت يعني اتنين اوفر يعني ايه اتنين اوفر يعني اتنين سبيرم خد بالك يا اولاد مفيش اتنين سبيرم بيلقحوا بعض ولا واحد لا يمكن احنا يا بني ادمين بنعملها ان الرجاله يضربوا في واحده ست مش مشكله انت واخد حياتك معايا ولا مش معايا انما اللي ربك خلق الحاجات دي يمشيها مظبوط زي ما هو ايه صح لا يمكن اتنين سبيرم يخشوا في نفس الوقت ها دي عيال واحده نعم ان ازاي يدخل واحد ازاي يدخل بس هو وان زايد هو وان اوسايد وان سبيرم هو اللي ايه اللي خلى البيضه الايه تنقسم وعملت لي مر وبعدين المر دي راح انفصلت يبقى ده الايرلي سيميليشن اهو ادي الثلاثه اهو خد بالكم بقى انا الشكل ده انا قسمته في ايه؟ في واحده واحده اهو انا تو سيل ستريتش سايكل خلاص ادي المر هيحصل فيه سيميليشن ايرلي سيميليشن الايه؟ المر خلاص بقى عندي اثنين انر سيميس وبعدين بقى عندي اثنين امنيوتيك كاميدي واثنين يوك ساك خلاص يبقى عندي اثنين امن اثنين كوريونيك ساك او صح كده واثنين ملاسيك خلاص يبقى في الايرلي سيباريشن فيري ايرلي سيباريشن اوف مايو
خلاص هيديني ايه كل واحده ديفلوب انتو بلس سيست خلاص كل بلس سيست هت ايه هتمبلانت سيبريتلي صح كده صح معايا ماشي وبالتالي كل واحد هيبقى له امنيون مخصوص وكوريان اكزاك مخصوص وبلاسيتا مخصوص زي ايه اهو زي ده زي خلاص طيب لو حصل فيه سيبريشن مش في الايه مش في المرنة لا حصل سيبريشن في الانر سيركس وهم في نفس الكافيتي يعني الاول كانت المورولا بقت اتنين مورولا وبقت كل واحده بلاستوسيست لا البلاستوسيست اهي عباره عن ايه البلاستوسيست عباره عن تروفوبلاست وانر سيل ماس وكافيتي صح الانر سيل ماس دي انقسمت في نفس الكافيتي فكل واحده هتبقى ايه اكتوديرم واندوديرم كل واحده هتبقى اميون وكسات بس الامبلانتيشن واحد ولذلك هتلاقي ايه اهو تو امبريوهات كومن من ستة يقول لي ستة واحدة خلاص كده معايا وكومن كوريوني كافيتي خلاص ولكن كل واحد له ليها اثنين امنيون كافيتي خلاص معايا ومش معايا ده في الايرلي سيباريشن اوف مش موريولا ايرلي سيباريشن اوف بلاستوسيست خلاص كده طيب في بقى الليت سيباريشن طيب ايه اللي هيحصل بقى ايه الميكانيزم في الايدنتيكال خلاص اول حاجه ان الامبريو ليها كومن بلاسيتا وكومن كوريونيك كافيتي وكومن امنيوتيك كافيتي ده بقى السيبريشن اللي هي الليت سيبريشن خلاص اهو انا الليت سيبريشن اهي تمام ان في الحاله اللي فاتت ان الانر سيل ماس حصل لها سيبريشن هنا لا الانر سيل ماس حصل لها سيبريشن او حصل سيبريشن واعلى مع بعض فبقى الاثنين معاهم بلاسيتا اثنين الاثنين معاهم امنيوتيك كافيتي والاثنين معاهم كوريون خلاص يا شباب معايا ماشي ولذلك هتلاقي ليهم ايه ليهم كومن امنيوتيك كافيتي كومن كوريون كافيتي كومن بلاسيتا كل شيء سوا كلهم واحد وكلهم واحد لو الناس الكل ده الليت سيبريشن ايوه يعني الفرق اللي جاب له انه ما عنده امنيوتك امنيوتك كان كل واحد ايوه يعني اللي فات كان اتنين امنيوتك اهو اللي فات كان كله امنيوتك كل واحد له امنيون لوحده ايوه ليه لما حصل سيبريشن للايه؟ للانر سيمنس انما هنا ما حصلش سيبريشن للانر سيمنس طيب المفروض يكون واحد نعم المفروض يكون واحد ما في سيبريشن لا حصل سيبريشن للانر سيمنس بس قاعد في نفس الكافيتي ايوه انما هنا خلي بالك هنا الانر سيل ماس انفصلوا هم قاعدوا في نفس الكافيتي بس كل واحد له امن هنا لا هنا كل واحد له امن كله امن واحد يعني اثنين اكتب واحده ها؟ اثنين اكتب واحده انتو اثنين اكتب ازاي؟ لا اثنين اكتب واثنين انتو كل واحد ما هو انفصلوا نفسه الانر سيل ماس انفصلت بس انفصلت بعدين خلاص وهم اصلا كان ليهم واحد امنيون وواحد اوكسان خلاص بصوا يا سيدي لو حصل بقى اولاد ان المفروض الانر سيل ماس تنفصل زي ما الدكتور بيقول لك يقول لك طب ما هو هيبقى واحد عين واحد هيبقى عين واحد لو حصل ان ممكن السيبريشن ما يبقاش كومبليت يبقوا لازمين بتاع اللي ممكن يبقوا لازمين من ناحيه الراس ممكن يكونوا لازمين من ناحيه الايدين من ناحيه الصدر من ناحيه البطن انت واخد بال حتى السيبريشن اصلا نعم ايش اللي يصير في السيبريشن ايش اللي يصير ايه المولى سبحانه وتعالى ما في لا ما في يعني ميكانيزم معين لا هو امر ربنا سبحانه وتعالى ما هو لو كان كله زي بعضه بص يا دكتور لو كان كله زي بعضه يا دكتور ما كانش يبقى فيها ابداع للخط. انت واخد بال حضرتك؟ حصل فيه امر للسيبريشن بس ممكن وهو والست تبقى حامل انت واخد بالك تاخد علاج تقلل السيبريشن او توقف السيبريشن او تعمل ديليز للسيبريشن وبعدين الميزه عندك في جسمك ايه؟
ان انت مثلا معاد الايه السيباريشن ده في الشهر الثاني، جت الام خدت علاج في الشهر الثاني ده وقف السيباريشن، مش بعد ما بتبطل العلاج يرجع السيباريشن، لا مش زي عندك مثلا المحاضره الساعه 9 تخش الساعه 9 ونص اقوم مدخلك، لا هي خلاص اتقفلت قفل. فهمت ولا ما فهمتش معايا؟ كل حاجه ليها معاد، ان كل شيء خلقناه بقدر، قدر في المعاد وقدر في الشكل وقدر في كله، تمام؟ اهو هنا في هنا ايه انفصل الحته دي كلها بعد الحته دي خلاص، اهو اللي هي الحته دي يا بيسموها بايو بيتس، خلاص في سوراف بيتس وفي هاي ايه كرينيو بيتس، في عمليات بتتعمل بس كان الاول ما كناش بنعرف، فبقينا نبقى خايفين واخد بالك، او ممكن يبقى الاثنين بمخ واحد فانت تضطر ان انت تموت واحد، يعني اللي فوق لازم واحد يموت، لازم واحد يموت. لا اللي انا كان عندنا ممكن يعملوها يعني ممكن عمليه البعث، العمليه دي ممكن تقعد قد ايه؟ ممكن تبقى 20 ساعه 24 ساعه، بيبقى الصف من المخ والاعصاب مع الصف من البطنه مع الجراحه مع القلب مع 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 وقاعدين مع بعضيهم ويعملوا نبطشيات. نبطشيات يعني كل واحد يعني يعملوا شفتات على البنت. طب يا دكتور انت مش تاخد الحق ال ايه؟ لو صار عند البيت يفصلوا لهم مسمار ولا ممكن يفصلوا لو في فرونتال موف اثنين مع بعضيهم يقسموا مع بعض والكلام ده كله، بس دي بتبقى عاوزه بقى ايه انفستيجيشن جامد قوي. يقدرون يعيشون طيب؟ ما هم بقى عاوزين بقى يشوفوا بقى ايه هل يقدر يعيش ولا ما يعيش؟ لان انت ممكن تبقى انت عاوز ايه؟ هتقعد دي ولا هتقعد دي؟ افرض هتموت واحد. حصلت عمليه ايه؟ طلعت انتين ممكن فشل العمليه ومات. الله شوفوا بص يا اولاد اهو اثنين بيستن خلاص والاثنين بلاند واحد، طب هتعمل ايه؟ خلاص يبقى سوراك ميجاس اللي هو فيوجن عند الايه؟ السوراس بايو ميجاس فيوجن عند البنفس خلاص معايا ولا معايا؟ ده بالنسبه دي بيسموها الاطفال السيام، بيسموها الاطفال السيام خلاص. في بس ديفكت ده ولا ايه سبب بس ديفكت دي؟ طبعا كلها فيسيولوجي على باثولوجي على بتاع انت واخد بالك. الفاكتورز ريسبونسبل ايه الحاجات اللي ممكن تاثر على البيرس ديفكت؟ زي ما انا قلت لك اول حاجه ممكن في انفايرمنتال فاكتور، ها الجو بيبقى فيه ممكن يكون فيه حاجات زي مثلا القنبله بتاعت هيروشيما عملت لك الجو، يعني البلد هناك مخليه المنطقه فيها اشعاع لغايه دلوقتي. انت فاهم؟ ماشي يا شباب؟ خلاص فممكن انفايرمنتال، ممكن تبقى الام تتعرض لايه؟ لاشعه اكس مثلا، رايحه مثلا مع جوزها هتعمل اشعه، جوزها هيعمل اشعه، ممكن هي يعملوا لها اشعه مش عارف ايه انفايرمنت خلاص معايا. طيب ممكن كمان يا اولاد انفكشن وخصوصا الفيروسات وخصوصا في الثلاث شهور الاولانيين زي مثلا الروميلا خلاص الجيرمان ميزلز اللي هي الروميلا خلاص، في السايتوبيجانو فايروس، في الهيربس، هيربس سيمبلكس مهمه جدا انت واخد بال حضرتك معايا ايه الهيربس سيمبلكس اللي هي بيبقى ايه فيه كده حوالين الماوس خلاص، اهي دي فيروس دي لو جات للست شغلان خلاص، يعني في حاجات ايه مهمه خلاص كده يا اولاد. ممكن في بارازايت زي التوكسو بلازموس خلاص، في راديشن زي ما انا قلت لك، في ادويه ممكن ادويه زي ايه يا اولاد؟ زي الالكول زي النيكوتين، يعني السجاير ممكن تاثر تطلع لك عين زي النيكوتين خلاص، فترنا دايابيتس الام اللي عندها دايابيتس انت واخد بال حضرتك بتعمل حاجات كونجنتال انومي خلاص، ولذلك اي ست تكون حامل ودايابيتك لازم تخلي بالك من الايه؟ طيب الدايابيتك بيأثر على الحمل ايوه
طب الحمل اللي هو المسوي بالسكر كيف يأثر؟ ممكن يأثر، لا هو ممكن يأثر انها مش كله يأثر. هي المتابعة بقى هي اللي بتبين. يعني انا اعرف واحدة عندها السكر وعيالها كويسين قوي، جت حمل واخد بالك، ابنها عنده بتاع ده هو هايدروكيفرس وعنده سباينا بيفيد الاثنين، فاضطرت ان هي تنزله، هينزل من اي منين؟ انت واخد بالك؟ فده بالنسبه للايه؟ دي بقى كروموزوم الابريشن اللي هو كراين فلتر في داون سيندروم اهو اللي هي دورش دي داون سيندروم ودي تيرنر سيندروم. ايه الفرق بين الداون سيندروم والتيرنر سيندروم؟ خلاص؟ الداون سيندروم يا اولاد خلي بالك اللي هو الكروموسوم ده 21 ماشي يعمل لك المنجليز اللي هو يبقى ايه 45 زائد اكس اكس او 45 زائد اكس واي. تمام يا شباب؟ ده بالنسبه للايه الداون سيندروم. في الترايزومي بتاع النمره 13 و 15 و 17 و 18 يبقى 45 زائد اكس اكس انت واخد بالك ده؟ ده بيقول لك ممكن بيموت انت واخد بالك؟ ايفن في 2 مانس خلاص؟ طيب الكلام ده هو لو الاوتوزومال ابنورماليتيز. يعني ايه؟ احنا عندنا كروموزومات نوعين يا اولاد اللي هي الاوتوزومال وفي السكس خلاص؟ الاوتوزومال اللي هو الترمال خلاص؟ داون سندروم. الثانيه بقى اللي هو السكس كروموزومز اللي هو يا اما كراين فلتر خلاص؟ يا اما الترمال سندروم خلاص؟ الترايل فلتر اللي هو ايه بقى يا اولاد؟ ان هو عنده اكس واحد بس ما عندوش واي خلاص؟ ده الترنر سندروم خلاص؟ فتطلع لك ايه؟ ها؟ في السكس كروموزومز انت واخد بالك ممكن يطلع ولد او بنت بس يبقى الايه؟ ها؟ الشكل مش بتاع زي الواد ده كده. الواد ده ولد انما ده بزاز اهو خلاص؟ ليه؟ بص يا ولاد هو 47 بصوا هو اكس اكس واي الاكس عنده زايد عنده واي انت واخد بالك فمديني شكل الورق صح بس 2 اكس معاملين لي شكل البنت خلاص مطلع لي جيست اهو ممكن الاقي اليوترس عنده جوه ممكن يبقى عنده فشايل بس دي حالات نعم حالات لا موجود اهو امال هو مين اهو اهو اكس اكس واي يعني انت لو عايز تشتم جميله زميلك قول له اكس اكس واي علشان الواي موجود الواي موجود ممكن تلاقي عنده بينس في بقى اولاد استراكشر الكروموزوم الابنورمالتي ان الكروموزومات عادتهم مظبوطين وكل حاجه بس الاستراكشر بتاعهم مش مظبوط خلاص زي ما كان السايتومير ايوه صح دي حاجه بيسموها كرايو دو شاب سيندروم خلاص معايا اللي هي بارشل شورت ارم ديليشن اوف شورت ارم اللي في الكروموزوم نمره 5 خلاص معايا ولا مش معايا اللي هي الحته دي خلاص في عندنا دي ريزلت من ديليشن في الشورت سيجمنت في اللونج ارم بتاع الكروموزوم نمره 15 خلاص ده الحالات بتاعت ايش النورمالتي طيب؟ ها؟ ما هو اللي هو الشكل اللي انت شايفه انا ما بركزش عليها قوي يعني انا بدي لك فكره عشان تشتري بس خلاص تشتري بقى ماشي يا شباب طيب خلي بالك يا اولاد في عندي هو احنا فين بص يا اولاد العيل من الشهر الخامس من الاسبوع الخامس مش الاسبوع الثامن يا اولاد بتقيس هو لا له راس ولا رجلين تنام
خلاص؟ فتقيس ايه؟ قلنا تقيس الكيس كله. بيسموها حاجه اسمها كراون لام. كراون لام ليز. خلاص؟ دي بتبتدي من الفيرتكس بتاع الديسكال لاي بوينت تحت. خلاص كده؟ ده اول حاجه اللي هو كراون لام. من 5 ل 8. خلاص؟ معايا من 5 ل 8 سنتي. انت واخد حتتك في 5 ويك. لما يبقى 14 سنتي يبقى 6 ويك، يعني العيل بيبقى طوله قد ايه في الايه؟ في الاسبوع الخامس يبقى طوله من 5 ل 8 سنتي. ملي. خلاص؟ الكيس كله اللي هو من اول الفيرتكس من اول الدماغ لغايه، يعني تقيس اي منطقتين شفت جسمك. بيتقاس بالسونار يا حبيبي. يعني الدكتور بيشوفه كيس، بيشوفه كيس ويقوم واخد اللاين بتاعه. اللاين يعرفه في الاسبوع. طب بص يا فاضل، يعني نرجع للجسم. عشان اول حاجه بص يا حبيبي، احنا بنشوف المقاس ونشوف العمر عشان اشوف الكلام ده ماشي مع الام ولا لا. ايوه صح. هل العيل بينمو كويس ولا مش بينمو كويس؟ نعم. ودايما تبقى الامهات عايزه تعرف انا في الكام دلوقتي، وهي تبقى عارفه. تيجي تخش للدكتور وتقول له والله انا عايز اشوف إيه، وممكن تبقى عايز تختبر الدكتور. انت واخد بال حضرتك معايا؟ فبتقيس بتقيس الكيس. الكيس بيبقى كده، بقيس ان الحتتين دول كده. خلاص؟ بيسموها سي ار ليم. خلاص؟ او سكراون رام. سي ار ال. بيسموها سي ار ال. سي ار ال. خلاص؟ كراون رام بلينز. أو العيل لما بيبقى 5 سم لغاية 8 سم يعني قد عقدة الصباع. بيبقى في الأسبوع الخامس. طيب وصل لإيه؟ لعقدتين صباع. بقى الأسبوع السادس. خلاص؟ وصل ل 17 يعني بقى قد الصباع. يبقى ده في الأسبوع السابع. يوصل لغاية 30 سم. أنت واخد بال حضرتك معايا؟ في الأسبوع الثاني. سنتي ولا مليمتر؟ ما هو؟ مليمتر. ملي متر هو 30 سم يبقى 3 سم يبقى ملي متر. تمام؟ خلاص؟ يعني 5 ملي يعني نص سم. نص سم بعد كده 2 سم. بعد كده لما يوصل ل 3 سم في الاسبوع الايه؟ الثامن. ولذلك احنا قلنا من 5 من الخامس للثامن ويك ده بنعمل المقاس بتاعي من 5 للثامن ويك. خلاص؟ هيوصل ل 30 ملي. تمام؟ طيب ملي ولا ملي يا دكتور؟ معلش هو الدكتور زميلك صححها ماشي 30 ملي. خلاص يا شباب؟ طيب ماشي يا ولاد؟ الله ماشي. خلاص ده كراون رام اللي احنا قلنا عليه بيوصل ل 50 ممكن يوصل ل 50 سنتي او 36 سنتي عند بيرز. خلاص؟ معايا يا ولاد ولا مش معايا؟ خليك معايا. في عندي من الهيد للبودي انت واخد بال حضرتك 30 سنتي. انت واخد بال حضرتك معايا ومش معايا؟ كل الحاجات دي مش مهمه عندي يا اولاد. كل الحاجات دي تنفعك انت كايه؟ كبتاع نسا. وكل سنه وانتم طيبين.